طيب وحالي بدي حلم الله. لا اله الا الله، على الله. طيب شو الوضع بشكل عام بالرسن يا خالي ملاغي؟ ولا في حشاك ألعم من هيك، وضع شو عم يصير سيء كثير. ما شو الدمار هذا شايفه بالبيوت؟ دمار لا دنيا. هي دوام يعني الدمار شيء لا يوصف. يعني بكل الرسن هذا الدمار؟ كل الرسن، رسن وغير رسن، هذا الدمار شغال. طيب شو الاوضاع المعيشيه غير الخبز؟ المي، الكهرباء، المي كل اربع خمس ايام تجينا نص ساعه الزمن. ايوه مي قليله، خبز ما في، شيء ما في، وكله بالنور. طيب مشان هالقصف ان شاء الله ما حدا عم يتصاوبك، عم يصير قصف ما حدا والله عم يتصاوبه، متضرر العالم؟ متضرر كثير ان شاء الله. عم تلاقوا العلاج دواء؟ محل ما بتيجي الضربه بتضر. في علاج لهالناس هي عم تتصاوب؟ في والله ما هو زياده، كمان مو زياده، مو زياده، ما في لا دواء ولا في شيء ولا في شيء. طيب انت هون بالرسم بهالوضع هذا خالي، شو الشيء اللي محتاجينه؟ شو المتطلبات؟ محتاجين منه؟ كل شيء، ما في شيء اللي ما محتاجينه. المحتاجين محتاجين كل شيء. ايوه صابرين لحتى الله يفرج علينا. الله يفرج يا رب. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك يا رب. الله يفرج عنكم عن قريب.